اللبناني حمد صعب قائد السرية الدرزية، أحد قادة الثورة الفلسطينية الكبرى عام 36. ولد صعب في الكحلونية في جبل لبنان، وانضم إلى الجندية عام 1913، وشارك في الثورة السورية ضد المحتل الفرنسي عام 1925، وبرز كأحد الوطنيين الذين أبدعوا في حرب العصابات. دخل إلى فلسطين إبان الثورة الفلسطينية الكبرى مع جموع المتطوعين العرب بقيادة فوز القاوقجي. تولى صعب قيادة فرقة تضم نحو 30 متطوعا لبنانيا، معظمهم من الدروز، لمساعدة الثوار ضد الحكم البريطاني والحركة الصهيونية. خاضت الفرقة الدرزية معارك عدة ضد الإنجليز، كان أشدها معركة بلعة في شهر أيلول عام 36. فجرت الفرقة الدرزية الألغام في طريق القافلة الإنجليزية قرب جبل المنطار بين طول كرم ونابلس، لتنطلق بعدها المعركة الشهيرة. غادر صعب مع القوات العربية المنسحبة بناء على طلب القيادة السياسية في تشرين أول عام 36، وأكمل قتال الإنجليز في العراق، واستشهد فيه بقصف جوي عام 1941. الثوار لا يرحلون، بل يخلدهم التاريخ.